الكشاف على صورة المجتمع الكويتي وقيمه هو الهاجس اللي يشغل وزارة الإعلام. وفي هذا الجانب الوزارة بكل قطاعاتها ما تتغشمر. مسلسل زوجة واحدة لا تكفي اللي انعرض في رمضان على إحدى القنوات الخاصة خالف القيم وأعطى صورة سيئة عن المجتمع الكويتي، على الرغم من أن الجهة المنتجة للعمل وحتى اللي اشتغلوا فيه يشوفون أن المسلسل اجتماعي صرف ما له شغل بالمجتمع الكويتي. قرار وزارة الإعلام شهد ردود أفعال متفاوتة بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، انقسمت ما بين مؤيد ومعارض، فهناك من يرى أن العقوبة مستحقة وهناك من يرى أن الفنانين قاموا بتنفيذ أدوارهم خلاف أن المسلسل لم يسيء للمجتمع الكويتي. الليلة راح نتناول هذا القرار وأبعاده على الأعمال الفنية في الفترة القادمة. حياكم الله معانا. مثل ما شفتوا بالتقرير نبي نعرف أبعاد هذا القرار وش اللي راح يكون، يعني ما يبنى عليه في المستقبل من حذر قد يكون مانع للإبداع الفني عندنا بالكويت، وأيضا للعاملين في هذا الحقل المهم اللي يعتبر أحد أسلحة الكويت الناعمة في نشر ثقافتها وأيضا جودة هذا الفن. منو اللي يحدده؟ منو أكثر شخص أو كيان حكومي أو خاص ممكن أن يدلي بدلوه ويعطينا القرار السليم للحدود فيما يمكن أن يعرض أو لا يعرض؟ واليوم راح يكون معانا داخل الاستوديو الدكاترة والسادة الأفاضل الدكتور نبيل الفيلتشاوي نقيب الفنانين والإعلاميين، والدكتور فهد السليم عميد معهد الفنون المسرحية الأسبق، وأيضا المخرج الكبير غاف الفاضل. مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا. الله يحييك. أنتم بخير وصحة وسلامة، تقبل الله طاعتكم وعيدكم مبارك. سات بالعيدين إن شاء الله. نختم الشهر الفضيل بهذا القرار وهذا البيان، ويعني اللغط الكثير اللي حصل بين مؤيد وبين معارض كنقابة للفنانين والإعلاميين. دكتور نبيل، كلمنا عن رأيك بهذا القرار. طبعا إذا أخذنا الموضوع بمحم الجد، يعني زين، هل هذه أول مرة؟ هل دول أخرى شهر فيها مثل ما شهر فيها الكويت؟ فلازم السؤال هذا يسأل. إحنا كالنقابة سعينا كذا كل سنة أقعد نفس الكرسي ونفس المشاكل، وبنهاية رمضان نفس الإشكالية مستمرة، وعلى دولة الكويت فقط، ما تتعرض للدول الخليج الأخرى إلا دول الكويت. فحرصنا كل الحرص أن نسعى مع الحكومة، مع وزارة الإعلام، ونؤيدها بقراراتها. أمانة إحنا من مؤيدين هذا القرار وبشدة أمانة، زين، لأن قاعد يستهدف كياننا إحنا، مجتمعنا إحنا، عاداتنا وتقاليدنا. يعني هي إذا حللناها كالآتي، هي صناعة، زين، هي بزنس بعيد عن الفن. أنا أنتجت أعمال درامية زين من خلال مسرح الشعبي. بالسابق كنا نسوي عمل كامل 200,000. نعم. الحين بس أجر الممثل والممثلة $1,000,000. يعني تحولت مثل سين صارت صناعة. نعم. صار بزنس بعيدة عن إن والله هذا فن إبداع، لا، هي صارت عملية. وليش قاعدة تصور برا؟ لأن فيها عنا. يعني ما تصورت بالكويت لأن يدري فيها محاذير وفيها أخطاء وش اسمه. فدائما الدراما التلفزيونية الكويتية لها تاريخ جذور، فهي الرمز للخليج. لما تقولي مسلسل خليجي يعني كويتي، زين، فهي هو التارجت اللي ينجذب له. وزاد الحين دشت علينا آلية أخرى اللي هو السوشيال ميديا. ترند، يعني مو المقياس، المقياس للترند نقول ناس لهم فلورز، انه عندهم شو اسمه اكاونتات، فقاعد يضربون وين اللي قوي يضرب قوي. ما يفكرون كالمنتجين، طبعا المنتجين كلهم برا الكويت. يعني كنا نلاحق منتج بالسابق كان قاعد يستغل دراما التلفزيون في غسيل الاموال، والله الحمد شو اسمه انصاد، ويعني هرب. وفي المواضيع هذه، فالحين طلع علينا موضوع اخر
ان هم بعد قاعد يشتغلون الدرام الكويتي في هذه الجزئيه كبزنس زين على حساب مجتمعي، على حساب عاداتي، على حساب تقاليدي. الفزعة مو بس نقابة، فزعة الشعب الكويتي كله قاعد يطالب في الموضوع هذا زين. نعم. يعني خاصة في الشهر الفضيل، استغلال سيء للعادات التقاليدية الكويتية، دخيلة علينا ما عندك عند كمؤلف ولا عندك مشكلة في أسرتك، مو معناته كل الأسر كموجودة فيها هذه. بالعكس، احنا دور النقابة كل سنة قاعد، ولكن للأسف لأن لا يوجد قانون يردع المنتجين ولا الممثلين في هذه الجزئية، فنلاحظ كل سنة نفس الموال، نفس المشكلة تعاد وولغج بعد. أقول لك رمضان الجاي هم بنقعد نفس القعدة، بصير المشكلة نفس المشكلة. لأن أنا خلال يعني إحنا مو جدد بالوسط الفني، أنا أكثر من 35 سنة، ونعرف شنو الدرام الكويتية، شلون تسلسلت وشلون قاعد تستقل وشلون كيت وكيت. راح السنة الجاي بتصير شيء إذا ما يكون في رادع حقيقي لدفاع عن المجتمع الكويتي. نعم. في خلال الدراما الكويتية. دكتور فهد، رأيك أنت مع أو ضد هذا القرار؟ طبعا أنا دائما أكون مع الصح أكيد يعني، وأنا أعتقد هذا القرار ما جاء من فراغ اختقاده، فأكيد كان قرار مدروس وكان مر عبر مراحل حسب ما أنا فهمت وعرفت، أنه كان في تشكيل لجان قبل أخذ القرار، وأيضا أخذ آراء المختصين في الوسط الفني، من المنتجين، من المخرجين، من أصحاب اختصاص. وأنا أعتقد يعني لما الدولة برمتها في وسائل الاجتماع في وسائلها قنواتها الرسمية، وأيضا في وسائل التواصل الاجتماعي يذكر هذا الأمر يعني، ومدى جسامته ومدى يعني الخطورة اللي كانت فيه، فأنا أعتقد هذا قرار سيادي ولابد أن نحترمه ونقدره. فأنا أعتقد هذا القرار ما جاء من فراغ أكيد، يعني بلغ السيل الزبا مثل ما يقولون. وأنا أعتقد في تجربة سابقة أيضا لنفس المجموعة كانت السنة اللي طافت في رمضان، أكثر من تجربة، وكان هناك يعني شوية مثل ردود أفعال شعبية وليست رسمية، لكن هذه أول مرة نشوف يعني رد فعل رسمي، لأن لم يتخذ قرار رادع في الآونة الأخيرة أو في المرة اللي طافت، فهذا اللي يشجع الآخرين أنهم يعملون أو يعني يسلكون نفس المسلك. حسيت أن في تمادي ايضا، كان نفس المشكله، هي نفس المشكله، قضيه مجتمعيه. احنا في النهايه خلينا نتكلم بدايه يعني شنو الدراما التلفزيونيه، نعرفها شنو الدراما التلفزيونيه. انت لما تطرح مشكله تطرح حلها. نعم. فانا اعتقد حتى المسلسل هذا كان فيه قضايا ومشاكل، اوكي يعني يعني احنا نقول المسرح مرآة هموم وقضايا، يعني مرآة لهموم وقضايا المجتمع، يتم طرحها ومعالجتها. طيب اين المعالجه؟ أنت أوكي يعني إذا بوليتم فاستهتروا، ما في بيت مو خالي من العيوب ولا في مجتمع خالي من العيوب، ولكن إحنا نعالجها بطريقة يعني تكون إيجابية أكثر من غير لا نتعدى الحدود، يعني توصل إلى يعني إلى العرض وإلى وبعدين يعني خلينا أرجع مرة ثانية وأنا أحط تحتها ألف خط. أين معالجة القضايا اللي طرحتوها في مسلسل؟ يعني أنه يتم عرض قضايا من غير حلول، المشاهد شنو استفاد؟ شنو استفدنا إحنا؟ هو بس مجرد عرض عضلات؟ نعم. هو مجرد فقط إحنا يعني قاعدين نسوي شيء في جرأة؟ أوكي الجرأة لها يعني تكون جرأة مقننة بمحاذير، يعني أنا كنت في الرقابة دراما التلفزيون في يوم من الأيام، وفي قوانين وفي محاذير رقابية يجب أن لا تتجاوزها. نعم. أنت تجاوز كل الحدود، حتى ولو أنك أنت يعني كل الناس اللي والكلام اللي أنا قاعد أسمعه الحقيقة طبعا، لأن هي صارت مشكلة عامة في الوطن العربي على فكرة. يعني أنا أمس متصل فيني أخوي وحبيبي وأخوي الأستاذ دكتور أشرف زكي نقيب الفنان في مصر. نعم. يستفسر عن هذا الأمر وشنو وش السالفة يعني. فأنا أعطيته المختصر، فقلت له هذا الأمر يعني لما يتعدى بحدوده إلى سيادة الدولة من خلال تعدي على مجتمع، أكيد راح يكون في موقف، وموقف حازم ورادع. ونتمنى إن شاء الله يعني يكون مو بس قرصة إذن مثل ما تفضل الدكتور سلمان العسعوزي، أنا سمعت تصريحه أنه يكون قرصة إذن، لا هي قرصة الإذن مطلوبة حق اليهال، حق الصغار، لكن هذيل أنا أعتقد كلهم ناس كبار وناضجين فنيا وأيضا عمريا يعني. فيجب يعني شوي يكون كنترول أكثر من كذي في طرحنا. وبالنهاية لو يقولون هذا منتج وهذه كاتبة وهذا مش اللي الكلام اللي نسمعه احنا بالسوشيال ميديا، المنتج هدفه واضح،
المنتج ما له علاقه، المنتج يبي فلوس، هدفه ربحي بالدرجه الاولى، لكن انت كفنان لازم يكون لك استكمال لمسيرتك الفنيه والسي في مالك اذا كنت انت انسان واصل لمرحله النجوميه والابداع ومخضرم ايضا، فيجب انك انت تخاف على اسمك وتقرا قبل لا تنفذ. نعم. فأنا هني أقول الفلوس مو كل شيء. أكيد أستاذ غافل، يمكن أنت من النجوم الأخراج عندنا بالخليج، وكان لك أيضا أعمال جريئة في وقتها حين عرضها، إيش رأيك بمدى الجرأة اللي وصلنا لها اليوم؟ لا هي مو جرأة طبعا، أنا في البداية مع القرار مليون في المية، وأتمنى يعني ما دام إحنا قاعدين هني أنه القرار لا يكون قصة إذن. نعم. لا يأخذ مدى موسمين ثلاثة، الفنانين يمنعون أساس يحسون بفداحة اللي هم سووه. صحيح. الإبداع يختلف عن الإسفاف. إحنا ممكن نعمل أي مشكلة من اللي عرض هذا المسلسل، لكن يعمل يتعامل برؤية فنية صح، بسيناريست صح، بمخرج صح. في قضية أخلاقية ذاتية عند بعض المخرجين، أنا ما أقصد المشاركين في هذا العمل في المطلق بصورة عامة قضية أخلاقية ذاتية هذه مختفية عندهم. في مخرج ما عنده أخلاقيات اللي قرر هذا العمل صح أو غلط، مو لأنه يمس الكويت أو يمس أي دولة، يمس أخلاقياته هو. ما في ممثل أيضا يقيسه بهذه المقاييس. المنتج مثل ما قال الدكتور هم الربح، وفي منتج هم الربح والإساءة لمجتمع معين. نعم. لازم هذه أيضا تكون معاها. لا أعتقد إنه من ينتج نوعية من هذه الأعمال قصده بس المادي، لا. نعم. في مقصد آخر. نعم. هدم لمجتمع معين، الإساءة لمجتمع معين باسم الفن. الفن أرقى من الإسفاف اللي ممكن نشوفه. نعم. في أي عمل. صحيح. في ممثل وممثلة أيضا ما عندهم الوازع الأخلاقي. هي العملية الفنية تنبع من الأخلاق. إحنا سوينا أعمال وايد وفيها جرأة، لكن بنوع من الخلق، الخلق الذاتي والمجتمعي. نعم. أنت تعرض هذا العمل لمجتمع. نعم. وبالتالي أنت تكون حريص على قيم هذا المجتمع. البعض طبعا تابعته إنه هذا يحصل في مجتمعنا. يحصل في مجتمعنا، لكن هل هو كل المجتمع؟ يعني العمل الآن أدخل في العمل نفسه، العمل ما في شخصية سوية. صحيح. من طفل لأكبر راس، هذا مو عمل، معلش يعني هذا هاي ممكن يندرج تحت الأفلام الإباحية، لا يمكن يكون عمل درامي محترم. لما أنت تحط كل شخوص المجتمع شواذ، يبقى أنت في هدف ثاني. في كاتب يمكن يطلع قهرة على مجتمعه، على بلده، أنه يسيء لها بهذا الشكل. عارف شلون؟ هذه عقدة عنده، بس عنده مرض. ما يعتبر احنا كبرنا وايد المسألة لما نوصلها لهالدرجة. طبعا هم قالوا لا هذا مو كويتي، لا كويتي، اللهجة كويتية. أكثر الفنانين كويتيين. مناطق في بعض المناطق تذكر، لما أنا أقول أنا الحين في استوديو العدالة، أنا وين بكون؟ في استوديو العدالة بالكويت. بالكويت، ما أكون مثلا في البحرين. فهذه دلالة إنه المقصود الكويت. نعم. يعني دلالة. نعم. واضحة. هي ذكرت حولي والنقرة، ذكرت مناطق كويتية. بالضبط. هاي مناطق كويتية، وبالتالي أنت قاعد تسيء فعلا للكويت. لازم يكون الوزارة يعني، وقرار الوزارة هذا متأخر. أنا أعتقد كان لازم هذا يتخذ قبل موسم أو موسمين. صح يجاء متأخر، لكن أحسن إنه ما يجي مولية يعني. أي. كويس إنه يا وإحنا أنا. وللأسف الشديد يعني، وأنا اسمحوا لي إن راح تكون الأسئلة مفتوحة لكم ثلاثتكم تجاوبون عليها، من يرى بنفس الإجابة يتفضل. يعني إحنا هذه ديوانية مفتوحة للحديث. وبما أن حضراتكم يعني ثلاثتكم مع القرار وبقوة، فيسمح للمشاهد أن شوية أخذ وجهة النظر الأخرى في طرح بعض الأسئلة. يعني لما بس علشان نوازن الحلقة نوعا ما. بالعكس الموازنة مطلوبة، ولكن في حدود أيضا قاعدة أشول. يعني أتمنى أنك بعد ما تصير مع المشاهد أكثر. لأن اسمحي لي، ما يخالف أنا بمداخلة بسيطة قبل لا تطرحين وجهة نظرهم. إذا كان وجهة نظر السوشيال ميديا والترند، وهذا ترى السوشيال ميديا، خلينا نتكلم
باقية، منو جمهوره؟ منو هذا؟ أكثرهم مراهقين يعني. نعم. أكثرهم يمكن ما يعرفون حتى تاريخ الفنانين اللي موجودين. لو تسألنا إيش اسم الممثل اللي من مصر وهذا يمكن ما يعرفه، هو مجرد إنه كاركتر شافه يمكن يعجبه كشخص، وأنت تدري هذا شخصية المراهق. المراهق يعني غير صاحب قرار متزن يعني في في هذا العمر، يعني ما نقدر ناخذه. فإذا كان هو كلمة ترند بالنسبة لهم هذا شيء، أو إن هذه نسبة يعني نسبة مشاهدة عالية بالنسبة لهم لأصحاب المسلسل والمنتج أو صحيح القائمين على العمل يعني نفسه. أنا أعتقد هذا يعني ما هو مقياس، أتمنى ما يكون هذا مقياس، وأيضا تكون وجهة نظر. صدقيني يعني احنا 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 في مجتمع محافظ اختي قاعدة، كلنا يعني اكيد ما حد يرضى، ولا احنا كاملين، ولا ندعي ان احنا الكمال الله سبحانه وتعالى، ما احنا معصومين عن الخطا، ولا احنا احنا رسل، ولكن الخطا اذا بليتم فاستتروا. يعني انا يكون عندي هذه ثاني مره حضرتك تذكر اذا بليتم فاستتروا، يعني اذا انا اذا انا عندي مشكله في البيت مع احد ابنائي، انا اقربها اكثر يعني اخليها اتكلم عن نفسي وعن مجتمع الصغير اللي انا انطلقت منه بالبدايه. إذا أنا عندي مشكلة في البيت فأكيد ما راح أفضح ولدي ولا بنتي وأقول فيه وفي، أنا أعالج. وهني المعالجة المطلوبة لما ذكرت قبل شوي، يجب أن نعالج هذه القضايا. هو شنو هدف الدراما بالنهاية؟ نعم، طرح القضايا ومعالجتها. هل إحنا لما نطرح في قضية، يمكن استاذنا الفاضل أبو وليد طرح يعني في صحيح. كثير من اعماله قضيه الطلاق والزواج، وايضا تناولنا المخدرات ومدى خطورتها على المجتمعات، لكن هناك علاج يضع يعني في النهايه، مثل ما نقول احنا في المسرح في بدايه وحبكه ونهايه. الحبكه وين يعني القصه؟ الحبكه هذه اللي المشكله. طيب نحل هالمشكله هذه علشان يكون دفاعك دكتور. يعني انا تابع ردود الافعال في السوشيال ميديا، ومثل ما قال الدكتور اغلبهم مراهقين. يقولون احنا ما احنا المدينه الفاضله. صحيح. احنا فعلا ما احنا المدينه الفاضله، لكن في نفس الوقت ما احنا المدينه الساقطه. يعني ما احنا المدينه الساقطه الى هذا الحد يعني الكويت. اوكي صحيح. ما احنا صحيح مدينه فاضله، لكن ايضا احنا ساقطين لهذه الدرجه، بحيث نصور انه هذه مدينه رايحه يعني رايحه فيها حيل يعني. نعم، هذا ايضا لا يجوز. على فكره استكمال ما تفضل فيه استاذي وليد، يعني انا قبل لا اجيكم، قبل اول ما عرفت ان انا راح اكون ضيف في برنامجكم الطيب هذا، فذاكرت شويه يعني واخذت وجهات نظر ودشيت في السوشيال ميديا وشفت يعني مسوي مقابلات حتى مع الممثلين نفسهم. صحيح. يعني في مقابله مع ماجد المصري، الفنان ماجد المصري بطل العمل. نعم هو بنفسه يقول زوجه واحده لا تكفي. هذا يعني هذا الترند اللي طلعوا فيه، اللي يقول هذا ترند من ترنداتهم. ولكن انا ليس معه. اذا انت قاعد تطرح قضيه وانت ليس مع، انت مو مقتنع فيها. في وجهات نظر ثانيه لما قالوا انه هو مثلا مريض وفي روماتيزم وفي مش عارف ايش نعم. لما انا ما شفت المسلسل كامل، لكن اخذت مقتطفات عندما دعيت الى برنامجكم الموقر هذا. هم اصحاب العمل نفسهم يعني انا بوجهه نظري يمكن مو فاهمين ابعاد الابعاد اللي راح. احنا شفنا بعد لقاءات لعدد من النجوم قالوا لا، وهم المشاركين يعني، خصوصا انا شفت اكثر من كلمه للنجمه الكبيره هدى حسين اللي يعني هي نجمه العمل، قالت وباصرار منها ان لا، هناك هذه القضايا موجودة وأنا شايفتها بعيني وأنا قاريتها بنفسي. فهناك أيضا بعض النجوم المشاركين مصرين على وجود مثل هذه المشاكل داخل المسلسل. هذول عفوا غادي، هذول ناخذون نفسهم في قاعد نقول إنه في مشاكل. يعني أنا أضرب لك مثلا جسر الجابر متى انشئ او متى افتتح؟ نعم 2019 2020 اربع سنين. كم واحد انتحر منه من الكويتيين؟ من المليون ونص كويتي كم كويتي انتحر منه؟ 10 اي 20 ما ادري، مليون ونص من 10 20 في اربع سنوات تطلع النسبه يمكن 5 من 100 من ال 1000 من ال 100. صحيح. يبقى هذه مو مقياس للمجتمع، انت تقيس على اساس المجتمع. انت ممكن تعرض القضيه هذه، هذه ممكن بروحها تاخذ مسلسل كامل بحرفيه، كاتب عنده حرفيه، مو كاتب بيحط لك مشاهد وبس، قصده
غير ما هو يكتبه. بس مو هذا دور الدراما دكتور نبيل، يعني مو هذا دور الدراما ان احنا نقدم يعني المشاكل ما نقدم يعني حلول، مو دور الفن انه يقدم لنا حلول. هي ما هي مسلسلات ثقافيه ولا تربويه تعليميه؟ لا، هي النيه غير. ورد اقول نفس الكلام، هناك خطه مبرمجه لنسف وضرب النسيج الكويتي. خطه خارجيه، زين خلينا نكون صريحين، الشقعود مو مجرد مسلسل، لا، المجتمع الكويتي الوحيد المحافظ اللي عنده قيم، اللي ما يطبع. احنا استغلوا مسلسلات الكويت في تطبيع تليين مع الشعب اليهودي، زين. فالشعب الكويتي هذا لازم ينكسر، زين، هذا الخطة اللي على الكويت. أنا ما ندش إحنا بتفاصيل، والله هدف الدراما دراما، لا، الموضوع أكبر من كذي. قاعد أقول لكم أنا عاشرته وش اسمه، وحطينا خطط وحطينا مناهج على يعني ورأس يعني، لاحقنا المنتجين اللي عندهم هذا التوجه، اللي يعني مسيرين واللي عندهم خطط لتحقيق هذا الهدف. الحين يعني قاعد يستقل في كذا جزئية، مو بس الجروب هذا، كذا جروب صار، وحاربنا الفئة اللي كان فيها غسيل الأموال بالسابق، وقاعد تلين للمجتمع الكويتي ان الشعب اليهودي طيب وكيت وكيت، زين، لان الوحيد اللي شعب كامل، حكومة وامير وسياسيين وشعب كامل ضد التطبيع. الكويت، الكويت، والكويت الوحيد اللي وقفت مع غزة الحين. نعم. اعلاميا وش اسمه، تطوعيا وطبيا ونشر وش اسمه، اول فهذا المجتمع المحافظ القوي العظيم انا اسميه، زين، لازم يضرب. من شلون نضرب؟ من كيانه. شنو كيانه؟ شنو المجتمع الكويتي؟ فنه. احنا عرفنا، زين، من بالدول العربيه، الكويت واللهجه الكويتيه والفن الكويتي والابداع الكويتي، اولا بالمجله العربيه، ثانيا بالدراما الكويتيه. نعم. اذكر سنه من السنوات رايحين تونس، انا وفد في مهرجان قرطاج، كانت الساده الكبيره سعاد عبد الله كانت معنا. لو تشوفي الجمهور شلون طب عليها، صرت انا بودي جارد، انا مهندس الديكور، صرت بودي جارد احمي. ليش؟ صح. ان الدراما الكويتيه هي فهمت اللغه، هي حبوها، واصله من الخليج الى المحيط. اي، فاقول لك شلون نضرب هذا الكيان، هذا اللي المجتمع القوي ذي قيمه. يعني اذا مقارن على كلام اللي تقولين انه والله قصص موجوده، شفتي تو صلاه شو اسمه، صلاه التراويح، صلاه الجام، شلون شو اسمه، شلون الشعب، المراه الكويتيه، هاي المراه الكويتيه، زين، هذا اللي تناولوه، صح، كلام في السوشيال ميديا، تمام. فلا، احنا اكبر من كذي، فقاعد يشتغلون. والدليل انه في مخاوف، لان احنا حطينا لائحه مع وزاره الاعلام الدراما الكويتيه، ان اي شيء يتصور يعاقب داخل الكويت. فشنو قاعد لعبه، يتحايلون على القانون وش اسمه، زين، يعني يعطي كرت بنك الكويت، بنك الكويت الوطني بعد بالكويت، وين وش اسمه، زين، يعطي مثل ما قلنا المناطق، زين، واللهجه، وغالبيتهم اكثرهم كويتيين، عاشوا بالكويت، تربوا بالكويت، خذوا اللهجه الكويتيه، زين، فيستغلونهم استغلال سيء. وشنو؟ وارجع واقول هي مو بالمشاهده كثر ما هي اهمهم عندهم بالسوشيال ميديا، بان ضرب ترند، زين. الحين في اعمال عظيمه تقدمت هذا الشهر، هذه حرقتها بسبه انه شنو؟ اضرب ولا سو شيء في فساد في شو اسمه علشان ياخذ ترند. ويعني المنتج يعني مو نقول ذكي بغباء، انه يستغل هذا الاستغلال علشان انه والله يضرب الدراما الثانيه، زين، خذ ترند مو بالابداع، خذ ترند بالفساد. فهذا اللي يقول المشكله اكبر من كذي، وفيها مخطط، زين، على ضرب النسيج الكويتي من خلال ابداعه وفنه واللي هو الدراما. نقول ان هذا، ارجع واقول هذه مو دراما، فن. بس يا دكتور انت ترى النقطه اللي قاعد تتكلم فيها خطيره 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 لابعد الحدود. صار لي 15 سنه قاعد شو اسمه، قاعد اقول هالحكي. هل مثلا اصحاب الشان من مجلس امه، من اعضاء مجلس امه، انا اتهم اعضاء مجلس الامه فيها، أي. اعضاء مجلس الامه، درنا على عضو، درنا على وزراء، مروا علي، تدري انا كم وزير مر علي وزير اعلام؟ وايد 25 وزير ما شاء الله، زين،
فمنو ياخذ قرار؟ منو ياخذ دكتور تصير وزير وتعدل القوانين؟ زين من ياخذ القرار؟ الحين تشكيل وزاري يلا يما الدكتور نبيل موجود. احنا بحاجه الى قانون يردع حالنا حال النقابات الاخرى، كل النقابات الاخرى مثل نقابه مصر وقفوا عادل امام، وقفوا محمد رمضان، وقفوا جسم. فارجو اقول من امن العقوبه سارق. ما في قانون يردع توقيفه وما توقيفه، ترى حتى يعني تحويل النيابه ما في قانون يعني يردع مواضيع نفس هذه. احنا احنا نتهم اعضاء مجلس الامه وهذه يكون يعني موجه لهم، هم التهم انتم اصحاب الجسمه حتى الشعب الكويتي، كل عضو يروح حق عضوه اللي انتحبه ورشحه، لازم يحطون قانون لحمايه المجتمع الكويتي خاصه في المهن الفنيه، لان لما تشوف المحامين عندهم قانون يوقفون المحامي زين، ما شو اسمه عندهم قانون. الوحيدين اللي عندهم قانون المهنه اللي هم غرفه التجاره وجمعيه المحامين، كل المهن مو موجوده، فلازم يكون في قانون مهن حق كل الوظائف. نعم. علشان يردع ويوقف اي اساءه، اي واحد اساء اي واحد كيتوك. شيء ثاني زين، انه لازم انت كحكومه تأيد هذا، لان احنا كنقابه احنا حمايه للحكومه، احنا عمله واحده زين. احنا انت ما عندك قوانين تردع، اعطونا فرصه احنا كفنانين بيننا وبين نفسنا، حط لنا لائحه، نحط لنا قانون. وقدمناه من الله يرحمه ابو عدنان عبد الحسين عبد الرضا، قدم المشروع من يعني من قبل لا يتوفى كذا مره، راح وقاعدين حل مجلس امه، كل ما نقدم قانون نحل مجلس امه. ففي شقعود زين. اخر يعني مره قدمت فيها كان 23، مجلس 23، مجلس 23 وما الحين بقدم شو اسمه 24 ما لحق. فقاعد اقول ايش عندنا قانون الحين للبيئه، يطلعوا قانون البيئه اللي يقول كلينكس يتعاقب واللي يسيء للمجتمع كامل، ما في قانون يردع. نعم. قالها الله يذكره بالخير محمد جابر، اللي بوق همبه حرامي حرامي في مسرحياته. الحقيقه شوف يا اختي قاده، احنا مشكلتنا مو قاعدين نستقل التطور بحله، يعني السوشيال ميديا اكيد له ايجابياته وسلبياته. نعم. القضايا اللي تطرح في الدراما احنا كلنا متفقين لازم يكون لها حلول، ولا ليش احنا نطرحها؟ ليش هذا المنتج او ليش هذا الكاتب يكتب في مجال معين؟ احنا عندنا عيوب مثل ما تفضل اخوي العود ابو وليد قال، احنا مدينه فاضله، اكيد احنا عندنا عيوب، ولكن ما تعالج بهالفجاجه هذه. نعم. بهالطرح اسلوب المعالجه يعني بصراحه شيء مقزز. يعني في بعض المشاهد انا ما اقول لك، انا ما شفت المسلسل كامل، لكن عندي عيالي في البيت، عندي اصدقائي اللي اشوفه في الديوانيه، وايضا في السوشيال ميديا لو احنا نبي نعتمد على كلامهم او ناخذ برايهم مو غلط. ايضا السوشيال ميديا انقسم الى قسمين. نعم. في كثير في ناس من البلوجريه مثل ما يسمونهم، او هذا حطوا مشاهد قالوا هذول بنات الكويت اللي يروحون المسجد وصلاه التراويح والجيام، وحطوا الركض اللي يركضون على هذول شباب الكويت ايضا. فاذا احنا ما ندعي ان احنا كاملين، احنا ما نسوي غلط، لا نسوي، لكن ايضا ارجع الى موضوع الرقابه. لو يعني نعم، ولو ان هذا المسلسل انا اتحدى اذا طالع من رقابه الكويت، اكيد لا. احنا قبل ما دام ما يتصور بالكويت ما يمر على رقابه. احنا قبل هذا اللعب اللي قاعد يسوونه دكتور، لو تذكر قبل احنا ترى الكلمه في اغنيه يحاسب عليها، يمكن المؤلف صح ولا الشاعر ما ينزل ما يتم ولا تلحن ولا تقبل الاغنيه، تخيل الكلمه، فما بالك الحين نص كامل. حرام الكويت وتوقفت عبد الحسين عبد الرضا وسعد الفريد توقفوا بسبه انه والله كلمات، تذكرون هذا سيفوه ليش؟ مجلس الامه وقفه؟ يلا وين؟ بس هذا داخل نطاق البلد، داخل النطاق المحلي، لكن لما يتم التصوير في الخارج، لما يكون الكتابه موجوده خلي يتكلمون عن نفسه خارج الكويت، خلي يتكلمون عن نفسه، خلي يتكلمون عن دوله ثانيه. ايش بس شلنا المملكه احنا كدوله وكشعب؟ حداهم اذا تكلموا عن دوله مجاوره، حداهم اذا تكلموا عن الدوله الخليجيه غير الكويت. اي زين؟ يعني نفس المسلسل اللي اولت العام، حاط لي مطافي الكويت واسعاف الكويت وتقول لها هاي مو بالكويت؟ يعني شلون شلت اسعاف الكويت وديتها دوله ثانيه؟ يعني قبل سنه وسنتين الام بي سي نفسه عرض مسلسل او مسلسلين. نعم. وتم ايقافهم بامر من الاداره السعوديه. نعم. لان ايضا نعم. في قيم
سعودية في الإنسان بس السعودي. بس الأم بي سي قناة سعودية، السعودية تملك أن هي تتحكم فيها بالضبط. أوكي. بس إحنا ما كدولة يعني ما نملك. يعني حسب الكلام اللي وصلنا من وزارة الإعلام هناك مخاطبات كثيرة بين الوزارة والجهة المنتجة، لكن في النهاية ما وصلنا الحل. إحنا ما نملك حق إيقاف مسلسل صح. المسلسل يعرض برا، يعرض في قناة نفس الدول الثانية، لكن نملك الحق فإن أي فنان مقيم في الكويت أو كويتي أن نعاقبه. نملك هذا الحق. وهذا طيب وهذا الموقف اللي اتخذته الوزارة الآن. إحنا قعدتنا الحين اختي غادة مو عشان نقدر نوقف ولا ما نوقف، إحنا قعدتنا عن أخلاقيات نهنا ثم تفضل استاذنا وأخلاقيات منتج. بس من يحدد هذه الأخلاقيات؟ ما في معيار واحد يعني كل بيت غير الثاني، كل إنسان غير الثاني. ما عندهم كنترول، ما هذه المشكلة، ما عندهم كنترول. خلاص نوقفهم والحين ما في قانون المرئي والمسموع. نعم. وفي لوائح. بس ما ينطبق على اللي خارج الكويت. مو هذه هي. إذن أنت أطبق القانون هاي على فنانك. ليش الحين بمصر تشوف؟ أنا اتحاد فنانين العرب صار لي أكثر من 25 سنة. ما شاء الله. تمام. كلهم عندهم لوائح وقوانين زين. ذيك المرة اتفقنا يعني صار صدر قرار من نقابة الفنانين المصريين توقيف الفنانين السوريين ما يمثلون بالكويت، ما يمثلون بمصر. اوكي. فتدخلنا احنا، حاولنا ان ايش اسمه يصير، صار بيننا بروتوكولات زين، فسمحوا حق السوريين زين. بس السوري لما سمحوا له فتغير الوضع عدل، عرف شنو لا شنو اللي عليه وكيت وكيت. لان هناك في نقابة وفي قانون في شيء رادع زين، فكل اجنبي كل سواء كيت وكيت. فاذا كل دوله عندها قانونها زين، تقدر من خلال يعني هذا الضبطيه القضائيه الموجوده في هذا القانون زين، حتى انا احط بلوك على المخرج، احط بلوك على المنتج، احط بلوك على كيت وكيت، وبحسب اذا صدرت له حكم حسب شو اسمه انه سائلي تمام، وجبت ادله سائلي وصدرت حكم عليه قضائي زين، اقدر ادله حتى بالانتربول. نعم زين. صحيح. هم كلهم في النهاية أختي غادة إحنا في وسط فني واحد، كلهم أصدقائنا وأخواننا وأحبابنا. لا زيت من الشعر بيت أو طلبتي أنا الحين يعني واحد من طلبتي قال لي شوفني في الحلقة. أنا أعتقد مسكين حرمان ما راح يعني على فكرة وطالب سنة ثالثة يعني مش أعتقد إنه يمكن ما راح يكمل. فأنا اللي بوصله بالنهاية لابد من الكنترول الذاتي اللي تفضل فيه أستاذنا الفاضل مولد. احنا حتى في عماننا مثلا تي في الحوار حتى تكون الاجازه الرقابه اجازتها انه يا ولد انت يا كذا، اقول حق مثلا لا شيل في رقابه ذاتيه. لا. يعني في مثل ما قلت لك الاخلاقيه الذاتيه اللي تحكمني انه انا شو اقدم حق المجتمع، شنو اقدم حق ديرتي، شنو اقدم حق عيالنا وبناتنا واولادنا وامهات. لازم في مقياس اخلاقي نتعامل فيه. تدري شو المشكله استاذي؟ المشكله الحين اللي واقعه ان انا كمنتج اعطيك مبلغ خيالي وتوقع بدون لا تعترض على اي كلمه. فشلون تقدر جسمه يراجع نفسه ولا كيت؟ هذا اللي صاير. اعطيه مبالغ، اقول لك قيمه اجر ممثل واحد عن مسلسل كامل تمام، فاعطيه بالعقد انه ما يعترض على اي كلمه. بس هذا الفنان اللي ياخذ، يعني انا اضرب مثال كهود حسين. هود حسين اولا مو بحاجه الى ترند ولا بحاجه انها تكسر الدنيا، هي فنانه تاريخ وتاريخ وتكسر اعمالها الجميله اللي قدمت قبل فتره حتى مواسم ابو 10 حلقات. ما اجملها كانت واروعها، ومين بحاجه حق ترند ولا بحاجه مثل ما قلنا انها هي مكسره الدنيا. تملك القدره انها تقول لا هدى لا هي محتاجه فلوس ولا هي محتاجه شهره، مو محتاجه شيء الحمد لله. هي تملك انها تقول لا. اي ممثل ثاني يملك انه يقول يعني هذه في صميم العمل. نعم. انا لما اقدم كمخرج نص لغاده اقول لغاده يبا الدور لك، غاده تقراه. نعم. تقول لا معليش بوليد انا الدور هذا ما اسوي. او معليش الشخصيه هذه اذا فيها يصير تغيير حسب الفكر انا اشتغل فيه، لكن بالشكل هذا انا ما اشتغل فيه. نعم. لكن لما انا اتغاضى عن كل هذا واشتغل يبقى انا مشترك في 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 إساءة الوعي
عند الناس. طيب أنا بأخذ فاصل وأرجع أتكلم عن قرار منع بعض الفنانين اللي شاركوا من العمل داخل الكويت، مسارح ومسلسلات وظهور إعلامي وما إلى ذلك من أمور، هل هناك بعض منهم ظلم أو لا؟ نسمع الإجابة بعد الفاصل. حياكم الله معنا، والسؤال موجه لك دكتور نبيل بما أنك يعني نقيب الفنانين عندنا بالكويت. مسألة بعض الفنانين اللي ظهروا كضيف شرف ولا كان له مثلا دور أنه تربوي محترم، أو ناس طلعوا لقطة لقطتين ويعني الأمانة توقفوا، ويعني أنت عارف هذي الممثلين يعتبرون محترفين ما عندهم دوامات ثانية، يعني هذا هو أكل عيشهم، أن يتم إيقافهم بهالشكل ما في مساعدة من النقابة أن هي يعني تكون أكثر رأفة. شوف إحنا حذرناهم كذا مرة ورد مرة ثانية هالسنة قاعد أحذرهم حق السنة اللي جاية. زين نفس هالحكي قاعد أعيده. زين هما إحنا مسؤولين عن حمايتهم. النقابة هي شنو؟ النقابة البند الأول لحماية والدفاع عن الفنان والمهنة. نعم. إحنا بندافع عنكم، من شي سوينا لكم لائحة، سويناكم شيء، سوينا لك وش اللي عليك، سوينا لائحة الظلم المنتج عليك. تدري الحين الانتاج المنتج العقد اللي شو اسمه كله يعني لصالح المنتج مو لصالح الممثل، وقاعد نحارب الموضوع هذا. زين احنا ذيل عيالنا وزملائنا، انا وهدى حسين من سنين طواعين وكله وياه باعمالها المسرحيه وشغلها وكيت وكيت. زين تتكلم عن شو اسمه طلبتنا، وتتكلم عن زملاء زميلاتنا في وحده من اهلنا. زين فنتكلم عن اهلنا هم عيالنا. زين بس اذا كررنا كذا المشكله وبلغناهم ترى يا جماعه الخير بيصير كذا، العقوبه كل ما لها قاعده تزيد. زين فضيف شرف ولا انه والله دور اخلاقي، هذا بث السم بالعسل. زين هو بس يعني بيحسنونه من خلال ضيف شرف جسمه والعمل ككيان كمنتج. زين في خطوره كمخرج، زين كانتاج كامل، كممثلين في جميع الكادر هذا. زين لازم يحاسب. تمام. نعم. الحين قاعد اقول الحين اليوم سنه 24. زين سنة 25 بيتكرر نفس الشيء. تعال وين نقابلك؟ ما المفروض تدافعون عنه؟ والمفروض شو اسمه؟ مو احنا الحين قاعد نحذركم من خلال شاشتكم قريب، قاعد نحذركم ديروا بالكم حق الموسم اللي جاي. معناته انت واثق ان هذه عقوبه غير رادعه؟ شنو؟ مو لا رادعه لان يعني ما في قانون. اي يعني ما في قانون يرجع. السنة الجاية يعني نقعد ونتكلم عن نفس الجروب. الا اذا انت حركه الدوله ككيان سن قانون ذيك الساعه نقدر. طيب تحويل فنانين الى النيابه مو شيء يخرع بالنسبة لكل العاملين في الحقل الفني؟ يعني هل تصل إلا أني أوصل الفنان لمجرد أداء دور فني أنه يروح النيابة العامة؟ الفن غير سياسات دول السابق، تاريخ يقول مو إحنا نقول. فخطورة الفن يعني سلاح ذو حدين، يعني الجانب الإيجابي إني أنا أصير نجم وستار وفيمس والأمور هذه كلها وفلوس و و و، لكن الجانب الآخر أيضا تحمل إنك أنت تحت مظلة، يعني حتى في البيت في قانون. نعم. إذا جيت الساعة الفلانية ترى مالك نشة. إحنا على أيامنا نتكلم حتى ما زال هذا، يعني ترى الغداء يطيح الساعة الفلانية كذا. نعم. كذا فهذا قانون رب الأسرة في البيت وهو الأب والأم ورب. وعدنان الله يرحمه ترى حكموا عليه سجن. أي. يعني مو توقف في مسرحيات حكموا عليه سجن مع وقف التنفيذ. زين فهذا الرمز مالنا، يعني الهرم مالنا شيء نحكم عليه شيء. فلا بد كممثلين صغار ولا كبار تشوف الرمز مالكم نحكم عليه سجن. يعني اذا قدوتكم نحكم، انت ليش ما تاخذه؟ يعني هم مثل ما تفضلت قبل شوي قلت يعني غير رادع، لا انا اعتقد راح يكون رادع. هم اذا العام طوفوها او ما طلع فيها قانون او ما حد تحاسب، انا اعتقد هالمره راح يكون رادع. والدليل على كلامي ايضا من خلال السوشيال ميديا اللي تفضلتي فيه،
معظم الممثلين اللي موجودين قالوا احنا ما لنا شغل، احنا جايين نمثل احنا واحنا. وبعضهم اصلا ما قرا القصه، قرا مشهده يا قاله ومشى. احنا في المعهد في قسم التمثيل والاخراج بدايه من سنه اولى من التاسيس نعلمه نقول اول قاعده احنا كلنا متفقين عليها، ويشاركني الراي اخوي الدكتور واخوي ابو وليد، ان الفن لا ينتمي الى جماعه او مذهب او طائفه او دوله او حزب معين، بالمطلق العام هو علم انساني. نعم خلاص نقطه حر. نقطه اول سطر. اذا احنا انتمائنا الحين انا ما اتكلم عن هذا شنو جنسيته وايش حقه وحرام وانه يقتاد من هالمهنه وهذا ما حطك على يدك. اي انت المشكله اذا بعد اكاديمي المصيبه اعظم واكبر انك انت تكون عارف القوانين وانت مثال الفنان، انك انت تكون قدوه للمجتمع. نعم والفرد في المجتمع له ارتباط وطيد ووثيق بالفنان وبالفن. فاذا احنا مثل ما قال اخوي مساع نسيج داخل في بعضنا البعض، احنا منظومه واحده فلذلك انت قاعد تمثل الشخصيه اللي قاعد تمثلها، تمثلني انا، تمثل ابوي، اخوي، امي، اختي في شتى الادوار. ويؤكد كلامي المخرج الاستاذ ابو وليد، هو النيابه تمثل الدولة وتمثل الشعب. نعم. صوت الشعب. نعم. بمعنى النائب العام أو النيابة. وبالتالي هذا النائب يمثل الشعب. وبالتالي له الحق أن يتخذ القرار اللي يفيد هذا الشعب. فأنا شايف أنه إحالته من النيابة حال الجاسوس. الجاسوس مو يضر بلده. أي. هذا الفنان أو هذا الممثل أو هذا الشخص اساء. شوف يعني خطورتها. اي يعني هل معقوله احنا وصلنا لخيانه وطن؟ اخطر جهاز، اخطر خداع اللي في اسمه. شوف الصهيونيه ما غزونا الا من خلال شنو؟ الاعلام. الاعلام ولا هوليوود؟ ليش هوليوود الحين نزلت سمها؟ زين؟ لان الصهيونيه وخرت شوي عن شو اسمه، عندها مشكله كبيره الحين. زين؟ فنزل اسهم هوليوود. اخطر جهاز هو الفن والابداع والاعلام. زين؟ هذا يدمر دول. هذا يعني انا على سبيل المثال، انا كانت عندي امريكا شيء عظيم. زين؟ من خلال شنو؟ الفيلم، الافلام. صحيح. يوم رحت هناك درست، قعدت فيها 4 سنوات، درست الماجستير. زين؟ يا عمي طقهم 10-0. زين؟ يعني مو هذا الاعلام طغى، يعني خلى يعظم الشيء وينزل الشيء. زين؟ مثل هولوكاست هذه مال الجسم. زين هذا ما نبي نسولف عن هالسؤال. اي هذا اعلام شلون عظم الموضوع. زين وشلون شو اسمه والحين هم قاعد ينفذون بغزه شيء اعظم واكبر واكثر خطوره، شو اسمه، واعلاميا مقموتين. صح صح. زين يعني تخيل هذا الفن الحين في غزه، انا مثل قصه اعطي وجهه النظر الاخرى. يعني شوف الفن هذا ظلم. شفت الفن شلون يعني ممكن يقنعك. صح. يعني هذا الفنان ممكن ومبسطها اكثر يعني اللي قاعد يمثلني هذا في في المجتمع. اذا خلينا نتناول قضيه المخدرات مثلا. نعم. المدمنين وما شابه ذلك. طيب انت الحين طرحت القضيه مثلا بدون حل، انا شنو استفدت؟ ما احنا عارفين في مدمنين والحكومه تدري وقاعد تصيد بالني والني وتقط في المصحات ونحاول نعالج، واللي انتحر واللي قط نفسه واللي اذى هله خلصنا. زين وبعدين انت لما تناولها في قصه دراما، زين لما تعطيني الحل تعطي امل حق الاسره انه في علاج، اني انا اتجه وجهني. في ناس ما يدرون ترى وين اروح وين اي. صح. لكن احنا مو كذي كلنا. كلنا معقول احنا كلنا مو زينين؟ عندنا كل هذا واحنا ساكتين؟ هل وين دور الاهل في البيت؟ طيب استاذ غافل، والخيال وين يروح؟ ليش دائما تتكلمون عن الدراما انها هي واقع ومرآة للواقع؟ ليش وين راح الابداع والخيال؟ مو هذا انت قاعد تقولينه صح، في ابداع، كل هذا مقترن بالابداع. يعني انا اضرب لك مثل، انا كم سنه حكمت في مهرجان القاهره. نعم. كنت محكم. سنه من السنين مر علينا عمل بحريني، حتى كانت سهره دراميه. ما كانت مسلسل. اصروا اللجنه، واللجنه كانت فيها اساتذه الفن في مصر. نعم. انا كنت من ضمن المحكمين الخليجي الوحيد. اصروا ان هذا العمل ياخذ جائزه لمشهد. لمشهد. نعم. مو للعمل. الله. والله لمشهد صار. مشهد اغتصاب طفل. اوف. تخيل. مشهد خطير. خطير جدا. لكن ما شفتي ولا شت يأذي عينك او يأذي اذونك.
المخرج والسيناريست تعاملوا معاه بطريقه حرفيه. قلت اللجنه قالت على هذا المشهد، هذا مشهد مبدع اللي عملوه ابداع، بس شفنا الولد العود اخذ الولد الصغير ودشوا بغابه. كملها باربع خمس شوتات ما شفناهم. بس وصل لنا مع موسيقى، مو موسيقى جراس الحرب هاي البوم، لا 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 لا، موسيقى كلاسيكيه جميله معبره عن الموقف. نعم قصدي الابداع هني الابداع. نعم لكن اللي يكتب كذي واللي ينفذ كذي كمخرج هذا ما عنده ابداع، هذيلا رزقيه. كل ما صار المشهد كل ما ما عنده ابداع. طيب بس قاعد يبيع، مو قاعد يبيع وفي اعلانات وفي امور من هالنوع. لا انا قصدي ان المجتمع بيده يسكر القناه وخلاص لا يتابع المسلسل. الوضع الحالي ما حد يقعد يشوف مسلسل 30 حلقه. الحين السوشيال ميديا ماكو، الحين عصر السرعه. زين ياخذون المشاهد المقاطع اللي تثير زين علشان يصير عليها ترند وعلشان شو اسمه زين. فالحين اللي مشاهد اكثر اللي شاف المسلسلات ما شافوها كامله. زين ما يحط مقاطع الاخلاقيه ولا كذا، لا يحط مقاطع اللي فكل المراهقين وهذا شافوا المشاهد هذا اللي شو اسمه. ما حد مراهق قاعد بالبيت قاعد يشوف مسلسل كامل زين، خاصه برمضان زين. فكله والحين احنا كلنا قاعد نشوف، يعني كلنا قاعد مرجعنا شنو منصه او على السوشيال ميديا تمام. فاللقطات هذه هي اللي قاعد تثير الموضوع هذا. ما هني راح يفقد الدراما، تفقد الابداع، تفقد السيناريو كامل، القصه كامله زين. لان هذا اللي يثير، هذا المشهد هذا جريء زين، هذا اللي يثير، هذا اللي نحطه، هذا اللي يحطونه يعني كيف. فاحنا كلنا قاعد شفنا مشاهد وشفنا مسلسل كامل. والغرابه كلام، الغرابه انه مثلا هدى هبه حماده كمثال، نعم كاتبة العمل، عملوا إبداعات بدون كل هالسفاهات اللي تقعد تنعمل. يعني أنا اشتغلت لهبة فضة قلبه أبيض، نعم عمل راقي جدا بلغته بشخوصه نعم. بأحداثه وعملته يمكن أعتقد بعد زوارة خميس، وللحين نعم. للحين في يعني طابع في ذاكرتنا. هو ده نفس الشيء، عملنا أعمال إحنا مع بعض وهي عمل، يعني عملنا الورثة وعملنا مش عارف إيش، وكانت في وقتها حتى ما في السوشيال ميديا، كانت هي الطاغية على صفحات الجرائد اللي كانت وقتها الجرائد. نعم. يبقى أنت ترند بدون ما تدش في 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 خط الإسفاف والابتذال. نعم. أنت مبدع حتى في 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 الشكل الصح. صحيح. ليش تدش غير مبدع في الشكل الخطأ؟ وليش لأنه يعني مبدع ليش أخلط بين الحرية وبين الابتذال؟ لا لا الحرية لها حدود. طبعا ليش أخلط بين هالمفاهيم هذه؟ لا لا. كل حرية لها مقياس، لها خط تنتهي لها عنده خلاص. نعم. عنده انت توقف. نعم. ما تقول يعني انا وانت الاخرين اقول والله برنامج غادة تعبان وهو، لكن لما اجيب سيرة غادة اني انا شخصي سبيت غادة او محشومة طبعا. نعم. اني ادش في 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 شيء ما في اسمه حرية. أي. الحرية لها ليفل. الحرية مو انا اسيء للناس واسيء للمجتمع صح يعني هم مو فاهمين معنى الحرية والديمقراطية. وبعدين يخلطون فيها كثير يعني. وبعدين لان شباب صغار مراهقين ما يلامون مثل ما بس ما عادوا شباب صغار مثل ما قال الدكتور نبيل. يعني الحين الكل مدرك تبعات الامور اللي قاعد يقدمها. اي بس ما في رادع كان، لكن احنا لما يكون في رادع راح تشوفيه بالمستقبل. انا اتمنى ان شاء الله اتمنى تنبؤ الدكتور نبيل السنه الجايه ما يقعد القعده ان شاء الله. ان شاء الله عشان نكون انتصرنا ويكون هذا القرار انتصر. انا اقترح حل، ما هو المفروض يؤخذ ذيل عيالنا؟ ليش ما نتبناهم؟ ليش راحوا للغريب؟ احنا كوزاره كحكومه نتبنى عيالنا زين. يعني احنا اول الله يذكره بالخير الشيخ احمد الفهد اول ما صار وزير ناداني قال لي شو الحل ان نحيي شو اسمه، فقلت له افتح المنتج المنفذ. كان مسكر المنتج المنفذ. صحيح. تعال عندنا مبالغ والله الحمد يعني تحمينا. لو تشوف الدراما الكويتيه سابقا كلها دعم الحكومه زين، النجوم اللي طلعوا كلها من خلال دعم دعم الحكومه زين. دراما الخليج كلها من هنا زين. فنتبنى يعني الحل الامثل
ان تاخذ مسؤوليتها الحكومه تتبنى هذه الفنانين ومبدعينا زين، تفتح المنتج منفذ مره ثانيه، الضخ مثل ما فتحنا، ترى احنا تلفزيون الكويت اول من فتح المنتج منفذ بعدها بلشت ام بي سي، بعدها ايش اسمه، ولا احنا نظامنا احنا يعني كان في منتج منفذ سابق وتوقف، بعدين بسنه 2005 انفتح وانضخ ضخ يعني دراما كويتيه لدرجه ان احنا سوينا سبب نجاح مهرجان علشان ايش اسمه، تذكر ايام الفريه زين، سوينا مهرجان الشهيد فهد الاحمد علشان يقيم الاعمال، وما دام في جائزه وفي جائزه تقيم في تنافس وابداع، في تنافس وابداع زين، ودنا يترجع الدراما الكويتي من خلال تبني الحكومه لهم. طيب الحين عشان لا يروح حق برا ويستغلون استغلال سيء، وهذا احد اسباب نجاح دراما الكويتيه وانتقالها في الخليج. مثل ما قال الدكتور بعد، يعني اللي حصل هذا نتيجه توقف الاعلام عن تاخذ دورها الحقيقي. نعم، وانا يعني انتم مع عوده وزاره الاعلام للانتاج الدرامي، دور الاعلام الحقيقي مو بس برامج الدراما، إدارة كاملة، إدارة الإنتاج، إدارة الدراما وإدارة الإنتاج موجودة، ووضع الضوابط نفسها اللي يعطونها القنوات والامتيازات نفس الشيء. وين راحوا الشباب يشتغلون؟ قال برا يفتحون، ليش يصير بيئة طالبة؟ وبالتالي يصير أسير برا الممثل هذا أو الفنان هذا، يصير أسير طلبات الآخر. لكن لو إحنا هني بالكويت كنا لما نشتغل منتج منفذ، عارف شلون؟ أنت تمشي تحت اللوائح، استقطبهم، نعم، رجع استقطبهم، والشركات المحليه تشتغل. يعني عندنا محلات شركات شباب قاعدين مساكين يبيعون نقل، قسم بالله قاعدين مساكين يفتحوا شركات. بس على فكره والله استاذ غافل، يعني السنه هذه شفنا انتاجات كويتيه لشركات انتاج كويتيه لمخرجين شباب كويتيين، اعمال ولا اروع، يعني يستاهلون كل الدعم. ليش ما ندعمهم؟ يعني انت عندك ميزانيه، يعني نفتخر فيه. صح، ولكن هذا طغى لان في ترند وفي اشكاليه زين، فطغى على الابداع الموجود من منتجينا. مشكلتنا كل ممنوع مرغوب وكل شيء غلط دائما. انت حين تقول حق ولدك لا تسوي هالشيء، ليش ابوي يقول لي كذي؟ لازم اروح ابحث. فضول. احنا هذه مشكلتنا، الفضول. وبعدين الكلمه اللي قالها استاذنا الفاضل ابو وليد، ترى بين السؤال اللي سالتي والابداع، لا لا، بين الابداع، بين يعني الواقع والخيال، شعره الشعره هذه انقصت بالنسبه لهم، خلاص دشوا في المحظور. وهذا السبب اللي طلعوا وزارة الإعلام. نعم. ارجع مرة ثانية اقول لي هول ولجسامة الخطأ اللي المرتكب. اول مرة الدولة، يعني صار هذا النظام، يعني لما نقول قرار، هذا يعتبر قرار سيادي طالع من وزارة الإعلام. نعم. يعني وزارة السيادية. فهذا معناته ان في شيء خط احمر، واكيد والكويت دائما خط احمر، اكيد عن جميع ابناء مجتمعاتنا، هذا نعم، من البديهيات، عاداتنا وتقاليدنا لا تسمح. نختم اللقاء هذا بكلمه اخيره من كل واحد بحضراتكم، خصوصا يعني الحين مع عوده مجلس الامه، هل سيتم اعاده وضع القانون من جديد وترجع الدوره المستنديه هذه من جديد، ولا ايش بتسوي؟ ايش ناوي عليه نقيب الفنانين؟ يعرفوني مقاومه زين، دافعت عن ديرتي بوقت الأزمة، وهذه الحين بتخصصي ومقاوم بالموضوع هذا. أيه. بستمر كل يوم برز ويه حق عضو وقدم القانون، أنا ويا أخواني أعضاء مجلس إدارة، طارق العلي، جمال ردان، خالد أمين، عنبر وليد، خالد بوحيمد، زين، أمل الملة، مستذبحين إن نستمر. يعني أنا قبل أطلع من شو اسمه خذيت رأيهم، خذيت شو اسمه زين، بنستمر في لحماية اسمه هذا. أنا مشكلتي إن عيالي صاروا فنانين. نعم. زين، فأبي قانون يحميهم، أبي قانون يردعهم. أنا ما أبي يعني الله خذ أمانتي، إن بس أبي قانون يحمي الكويت زين، وبستمر بقاوم لما شو اسمه لما يصير صج حروب ضدي ومؤسسات خارجية ضد الموضوع زين. وإحنا عيالك دكتور ما زلنا موجودين. عيالي كبري قبل بدفعة، عيالي وعيالي إذا كبر ابنك خاوي أنت بعد، أنت أخوي بعد شيء، أنا بعد شيء. دكتور فهد، أنا الحقيقة كلمة دائما أقولها ورددها لعيالي اللي في البيت واللي أدرسهم، طلبتي توخى الحذر. والكلمة اللي كان يقولها أبوي الله يرحمه، وأمي الله يرحمها، علمتنا إياها، علمونا إياها أبهاتنا، اغنم شبابك واستانس واستمتع، ولكن لا تتعدى على حدود الآخرين، والحرية تقف عند حرية الآخرين. فإذا كان مفهوم الحرية يا ابني ويا بنتي
بالنسبة لكم أن إحنا نعرض كل ما هو مكتوب؟ فأنا أعتقد لو تجاوزت الرقابة في بلدك والمحاذير الرقابية لا تجاوز كنترولك الذاتي وكنترول رب العالمين اللي هو الرادع الأكبر وليس القرار. وأتمنى لهم إن شاء الله في أشوفهم في أعمال أخرى، ونتمنى إن شاء الله ما تكون بس قرصة إذن، لا تكون قرصة إذن ورادع إن شاء الله، ورادع إن شاء الله بإذن الله. أنا أتمنى طبعا وزارة الإعلام بعد هذا الموقف أن تأخذ موقف يعيد الإلزام الكويتية هيبتها حقيقة. لازم تقوم بدورها من جديد، لأنها شافت النتائج. النتائج هذه سببها تخلي وزارة الإعلام عن دورها في 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 تطور الدراما الكويتية وفي تقديمها للناس بالشكل الحقيقي للدراما الكويتية. نعم، احنا طبعا نتمنى لكم كل التوفيق، وشكرا جزيلا على هالوقت اللي اعطيتونا اياه، ونتمنى السنه الجايه ما نقعد هالقعده دكتور، نقعد قعدات جميله ومميزه دائما. تسمحي لي بس نعايد جمهورنا ونرفع اسماء ايات التهاني والتبريكات لمقام سيدي صاحب السمو امير البلاد، والى طبعا الحكومه الرشيده، وان شاء الله تشكل بأسرع وقت، وإلى مجلس الأمة وإخواننا وأسرنا كل عام وأنتم بخير، تقبل طاعتكم، وأيضا نشكر ضيافتكم الكريمة يا قناة العدالة كما عودتم، وأنا دائما متميزين إن شاء الله. الله يسلمك، شكرا جزيلا لكم، كل عام وأنتم بخير مشاهدينا، وعيدكم مبارك، وإن شاء الله إذا الله كتب يكون سراي العام الجاي 2025 معاكم بإذن الله دائما عبر قناة التميز الدائم ATV. مع السلامة.